الشيطان اللعين الرجيم. كافي يلا كافي كافي كافي. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرجو الإصغاء جيدا. أرجو الهدوء. منطقة سكنية ومنطقة تحتاج شوية هدوء، واصغوا إلى كلامي شوية زين. مشروع الإصلاح مهم جدا، بل هو الأهم حاليا. حبيبي نحن أنتم وأنا رفعنا راية الإصلاح، راية الإصلاح السياسي والحكومي، فلنعمل معا من أجل إنجاح هذا المشروع. والتفتوا رجاء إلى أمر مهم آخر، على أن الجميع من في الخضراء راهنوا على ثلاثة أمور، وراهنت على ثلاثة أمور. راهنوا على أن لا فقر في العراق، وأن الجميع أغنياء، وراهنت أن الشعب في حاجة وفي فقر. حبيبي اللي يعيش بالدسم ينسى الفقرة. راهنوا على عدم وجود الفساد، وراهنتهم على وجود الفساد. راهنوا على أمر ثالث، اصغوا له جيدا، هذا الأهم. راهنوا على عدم انضباطكم وتنظيمكم، وراهنتهم أنكم مطيعون ومنظمون، وسوف تكملون المشروع معي. لذلك أطلب منكم الهدوء، وكلكم تصيرون على قد المسؤولية، وكلكم بنظام ومعين، جزيتم ألف ألف خير. ومن هنا أطلب منكم الاستمرار على هذا التنظيم العالي والراقي، وأطلب منكم أن تعينوني على الاستمرار بنجاح هذا المشروع. لا أحد يقول قول حرف واحد ليخرب المشروع، يكون خائن لي وخائن للعراق. حبيبي أطلب منكم، اصغوا جيدا، أطلب منكم أنتم المعتصمون أيها الأحبة، أن تبقوا في خيمكم، أن تبقوا في بوابات الخضراء، ولا واحد منكم يتحرك. حبيبي اسمح لي اسمح لي، أدري بيك ما تروح، اسكت. ما حد قايلكم راح تروحون، خلوني أكمل الرباط الحكي. حبيبي انتظر، ما شكيت 1% أن تعوفون المنطقة وتعوفوني وتعوفون العراق. اسمع خل أكمل حكي. اليوم راهن مرة أخرى بأنكم ستبقون في أماكنكم، كل واحد بخيمته وكل واحد ببوابته. راح أعلن شيء جديد الآن بينكم، إذا تخربتوه أنتوا المسؤولين عن تخريبه، أنتوا المسؤولين عن حياتي وعن عن عن المشروع كله. طيعوا حبيبي بلا هتافات، المنطقة سكنية، هدوء. أنا سابقا قلت لكم أن نحن على أسوار الخضراء، وغدا الشعب فيها، الشعب فيها. الآن أنا أقول أنا ممثل الشعب إن شاء الله، أنا ممثل لكم أيها المعتصمون الأحبة. سأدخل للخضراء بمفردي ومن معي فقط، أنا أعتصم داخل الخضراء وأنتم تعتصمون على أبوابها، وما حد يتحرك منكم، كل واحد بخيمته، كل واحد بمكانه، وإلا لا تعتبروا روحكم مننا آل الصدر ولا من العراق. أحب على أمر آخر، أنبه على أمر آخر. لا ما راح تطيعون، لأنه قلت لكم هدوء وما هدأتوا. طيعوا اسكت. أكو كم واحد بيناتكم دي على العنف بعقلهم، بس ماكو. احنا مظاهرة سلمية والى النهاية،
سلمية وإلى النهاية. واضح؟ لا يسمعون لكم همسات، سكوت، كلكم بخيامكم وبواباتكم. بعدنا ما بدينا. ثالثا وأمر آخر، أوجه شكري الجزيل وامتناني الكثير إلى القوات الأمنية التي تعاونت معكم، وأي اعتداء عليها اعتداء علي، وسوف لن أقف معكم. شكرا لكم.